بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، انتهينا إلى مدرسة كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه مسائل: الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. أما تعريف الصيام لغة فهو الإمساك عن الشيء، أما شرعا فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أو المفطرات مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أما أركانه فمن خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، وهما: أولا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الركن الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات أو عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. فالنية تفرق بين العادة والعبادة، وأيضا النية تفرق بين الفرض والنفل. يقول: فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما حكم رمضان، حكم صيام رمضان، فقد فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام 5، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. من يعرف كلمة الشهر؟ في قول آخر؟ ولا ظرف؟ من شهد هنا بمعنى إيه؟ حضر، يعني لم يكن مسافرا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. وهذا متفق عليه. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره، يعني من جحد فرضية صيام رمضان.
أما أقسام الصيام فالصيام قسمان، واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا صوم رمضان، ثانيا صوم الكفارات، ثالثا صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. أما فضل صيام شهر رمضان فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة. أما الحكمة من مشروعية صومه فقد شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك تزكية النفس وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها. فالصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. أما شروط وجوب صيام رمضان فيجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: أولا الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. ثانيا البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، وينبغي يعني إذا كان مميزا، الطفل مميز يستطيع أن يستحضر النية ويفقه معنى العبادة ويفرق بين العبادة واللعب، فإذا كان مميزا يصح صيامه ويكتب له ثوابه. وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. الشرط الثاني لوجوب الصيام، أو الشرط الثالث، العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس، هذا الشرط متعلق بالمرأة، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. ويجب القضاء عليهما، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة
السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. يقول يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك. فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا الهلال، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في بعض الروايات فإن غمي عليكم، وفي بعضها فإن غم عليكم يعني غطي وخفي ولم يظهر. ولا شك أن في هذا الحديث أحد الأدلة التي تمنع الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهر. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو حال بينكم بينهم سحاب، ففي هذه الحالة نعتبر أن الشهر كان 30، نستصحب الأصل هو شعبان فنكمله إلى 30. في هذه الحالة وجود السحاب ألا يوجد احتمال أن الهلال يكون قد ولد لكننا لم نره بسبب السحاب؟ بلى، يوجد هذا الاحتمال، ومع ذلك لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكن يعني هذا هو السبب عند الله، السبب الشرعي، اللي في فرق بين السبب الفلكي أو العلمي وبين السبب الشرعي. السبب الشرعي يستقل الله سبحانه وتعالى به تشريعه وبوضعه، فالسبب عند الله لوجوب الصيام هو إما الرؤية البصرية وإما إكمال شعبان 30 يوما، مع أننا لو أكملنا والسحاب حال بيننا وبينه يحتمل أن إيه أن هذا يكون موجود، لكن عند الله ليس هذا أول رمضان. عند الله حتى لو الهلال ولد فالعبرة بإيه؟ بالسبب الشرعي، وليس في عملية إيهام الناس إن في تعارض، إن الناس اللي بتقول إن اللؤية تكون بالبصر ده تخلف، ومفروض العلم والعلم تقدم للعلم، ما له دخل في هذا. إحنا بنتكلم على السبب الشرعي، السبب الشرعي هو ما يعني ذكرناه.
واضح. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فهذا يدل على أن هذه الشريعة وضعت واعتبرت على أساس ما هو معهود عند الأميين، لأنها لم تنزل لطائفة معينة متخصصة في الفلك والحساب، وإنما هي تكلف بها كل الناس، فلذلك شريعة سهلة سمحة يستطيع أي إنسان ما دام قد وجبت عليه العبادة سواء الصلاة أو الصيام أو غيرها، فيسهل جدا أن يدرك حدود هذه العبادة وأوقاتها ونحو ذلك. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. المسألة السابعة، وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا في الفريضة، أما النافلة فلا يشترط ذلك. من لم يبيت الصيام، نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وطبعا بشرط أنه لا يقضي معظم اليوم وهو لم ينوي، لكن مثلا في وقت الضحى ونحو ذلك. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنيات من النهار ولا بد فيه من نية الليل. يقول: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. هذا الذي اعتمد هنا هو مذهب الإمام مالك وإسحاق، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. استدل القائلون بأن النية تكفي في أول الشهر عن كل رمضان، هذا هو الواجب، وأن المستحب أن يجددها كل ليلة. قال إن صوم الشهر هو عبارة عن عبادة واحدة، واستدلوا بحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى ما نوى. وهذا نوى صيام الشهر فله ما نوى. أيضا استدادوا بالقياس على الحج، حيث يجزئ طوافه وسعيه والوقوف
الوقوف بعرفة إلى آخره بنية واحدة. وهذا يعني هذا هو القول الأول في هذه المسألة الذي اعتمد هنا. لكن الراجح في هذه المسألة الله تعالى أعلم مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو وجوب نية مستقلة لكل يوم. وجوب نية مستقلة لكل يوم، يعني لابد كل يوم في الليلة السابقة يعني أن تنوي صيام الغد من رمضان. واستدلوا بأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم هو عبارة عن عبادة مستقلة، بدليل أنه لو فسد صيام بعض الأيام لم يفسد بعدها الآخر. فهذا رد على قول الفريق الأول إن صوم الشهر كله عبارة عن عبادة واحدة، وبالتالي يجزئ نية من أول الشهر لكل الشهر ويستحب تجديدها كل يوم. لا، الجواب عن هذا أن صوم كل يوم هو عبادة مستقلة لحاله، بدليل أنه لو فسدت بعض الأيام فإنه ذلك لا يفسد صيام البعض الآخر. أيضا لأنه يتخلل صيام أيام الشهر ما ينافيها، ما ينافي هذه العبادة، بدليل أنه في الليل يباح الطعام والشراب والنكاح، فالصيام نفسه هو الشهر مش كله متصل في عبادة، لكن يتخلل ما ينافي عبادة الصيام وهو إباحة الأكل والشراب والنكاح في الليل. أما القياس على الحج، فالحج عمل واحد، والإخلال بأحد أركانه يستلزم أن الحج كله لا يجزئ بخلاف الصيام كما ذكرنا. إذن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو وجوب نية مستقلة لكل يوم. ولا أريد الإخوة ينزعجوا، يعني في بعض المسائل بتأخذ على كما يأخذ على أي كتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عايزين إيه، ننتبه للمنهج المتعصب او العصبي، اللي لو واحد وجد في كتاب مسألة مرجوحة يشطب على الكتاب كله ويشطب على المؤلف كله، ويصبح هذا المؤلف ما يسويش غير المشكلة دي بس. فبعض اهل الجرح التجريح مغرمون بهذا الأسلوب، تحطيم الناس بخطأ أو باجتهاد أو نحو ذلك، وانتهى الشخص كأنه كل إنجازاته محبطة ويبقى فقط هذا الخطأ يعرف به ويشنع به عليه، والناس تحذر بعضها بعضا من بعض المؤسسات. هذا منهج طبعا. احنا بعض الاخوه بيعاتبوني بيقولوا في مسائل كتير مش فيها ترجيح، لان الهدف من الدراسه في هذه المرحله اللي احنا قطعنا فيها شوط لا باس به، عمليه توسيع
تليك الايه الانسدادات في مجال التفكير وتوسيع الافق يعني. ونعرف ان احنا نستوعب لما يحصل خلاف ما امنش القيامة او ما نهبش نهاية العالم. وجود خلافات في الاراء شيء عادي جدا بالذات في المسائل الاجتهادية. يعني كي يوجد عندنا حس باحترام الاختلاف في قضايا الفقهية وبالذات قضايا الاجتهادية، خاصة ان دائما ما يكون وراء كل قول أئمة من الأئمة الكبار. صحيح ينكر ما شذ من الأقوال ولم يعني ولم يسبق صدوره عن أحد من أئمة يعني الإسلام. الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. أولا بالنسبة للأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. أما المريض، لأن في بعض الناس توسعت في مثل هذا، قال ممكن أقل شيء لو خراج أو وجع في الضرس أو نحو ذلك، فهذا توسع في الرخصة في الحقيقة. يعني المرض الضابط المرض هو الذي يشق على الإنسان أن يصوم بسبب وجود هذا المرض. أما المريض الذي لا يرجى برؤه، ودايما في المرض احنا نحتاج دايما لاستشارة الطبيب المسلم الثقة لتقدير خطورة المرض وتأثيره على سرعة الشفاء او قدر الاضرار الذي يتضرره المريض. نحتاج في هذا بالذات في هذا العصر الان الطب تقدم جدا، وكلام الأطباء بيبنى على يعني كلام علمي وأدلة قوية، وليس الأمر كان كالغموض الذي وجد من قبل يعني. فالكثير من المسائل ينبغي أن يرجع فيها لحكم الطبيب المسلم الثقة الذي يعالج الإيه المريض، فرأيه له قوة في مثل هذا الأشياء. يقول: أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينة، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كانت تخيير بينهما في
أول ما فرض الصيام. كان الإنسان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما، قال: فليطعم مكانا كل يوم مسكينا. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد. ومقدار الصاع 2 كيلو، يعني كيلوان وربع تقريبا، 2 كيلو ربع. يكون الإطعام عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو جرام و 125 جراما تقريبا. مذهب الملكية والشافعية في هذه المسألة مقدار الفدية، الملكية والشافعية قالوا مقدار الفدية مد من طعام من جنس صدقة الفطر، مد من طعام اللي هو ملء كفي الرجل المعتدل الكفين. أما الحنابلة فقالوا مد من بر أو نصف صاع من غيره. النصف صاع يبقى كام؟ مدان، أن الصاع أربعة أمداد. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. العذر الثاني الذي يبيح الفطر في رمضان السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس كما في البخاري. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا، أي حوالي 80 كيلو مترا. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. فشرط التمتع بالرخصة أن يكون سفرا مباحا وليس سفرا يعني معصية.
وهنا دائما نكرر قصة ذلك الولد الذي يعني أغضب أباه، فكان أبوه يرسل له النفقة والرزق فقطعها عنه لما غضب منه، فبعث إليه يقول: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، وعود بص الضيق في حقه. فأجابه أبوه قال: قد يمنع المضطر من أكلة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى حقه. لو لم يتب مصطح من ذنبه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. إشارة لهذه القاعدة، فهو قال له: لا تجعل عتاب المرء في رزقه، لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح. لما خاض مصطح في حديث الإفك أمر عظيم، ذنب خطير يزلزل النجم حتى تتحرك من موقعها، يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، وعوتب الصديق في حقه. يشير إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأجابه أبوه مستدلا بهذه القاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي. قال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، يعني الإنسان المضطر الذي كاد أن يهلك لكنه سافر سفرا أجل المعصية، راح يقتل واحد، راح يعمل أي شيء محرم، فهنا إذا اضطر لأكل الميتة لا تصير له حلالا. فهذا الذي يريد أن يقول: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرق، يعني إذا كان في سفره سفر معصية. هل معنى ذلك أن المضطر حيموت لو ما كانش من الميتة؟ هل معنى ذلك أن نحن نقول له موت، ولا بنقول له إيه؟ تب. يبقى الحل ان هو يتوب اولا فتحل له الميت، يعني ينفي في نيه القتل او المعصيه، حينئذ تصبح الميت ايه حلالا له. قد يحرم المضطر من ميتة اذا عصى في السير في طرقه، لانه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى حقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. هل المصطح يعني
رضي الله عنه لما هو ربنا قال له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر؟ قالها ومصطح مصر على الكلام في حديث الإفك ولا بعدما تاب وندم؟ فإذا لا ينبغي الاستدلال بهذا من الإنسان يؤذي شخصا مثلا ويتمادى في أذيته ويقول له ربنا يقول ألا تحبون أن يغفر الله لك وهو متمادي. لا، هو ما قال الله له ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا بعدما تاب مصطح وتوقف عن الخوض في هذا. واضح؟ أنا أكرر القصة لأنها لما ترتبط بالقاعدة أن الرخص لا تلوط بالمعاصي تجليها لنا ولا ننساها. يقول: وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. يبقى في حق من يشك عليه الصيام نستعمل هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. العذر الثالث من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان والنفاس، الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ ويجب عليهما أي الحاضر والنفساء القضاء، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العذر الرابع الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. يعني الصوم دي أنا إيه؟ الشطر الصوم. إن الله وضع في الشطر الصلاة وإيه؟ والصوم. وعن الحبلى والمرضع الصوم. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطر طه،
التي أفطرتها، وذلك إذا خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل من ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. المسألة الثانية: مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم سومة وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور الآتية: أولا الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، أي غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعود، دواء يصب في الأنف، وبكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المؤدية. الحقيقة قضية المفطرات قضية فيها اجتهادات كثيرة جدا وخلافات، فلن نفصل فيها ونقتصر على ما هو. السبب الثاني من أسباب الإفطار: الجماع، يبطل الصيام والجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار. وقضاء اليوم الذي جامع فيه عليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، أو هو زنبيل منسوج
من نسائج الخوص. فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وهذا متفق عليه. لا شك أن تشريع الصيام بالذات باب الرخص في الصيام يتضح فيه بجلاء شديد معنى أن هذا الدين يسر، ومعنى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك. الثالث التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه وسبقه فهو القيء حصل رغما عنه. واضح؟ يعني في بين قاء وبين استقاء. استقاء هو الذي ما يعني استعمل سببا معينا من اجل القيء، سبب بقى بان يضع اصبعه في حلقه يعني يشرب محلول ملح ممكن حقنه ياخذ حقنه ويروح يخليه يتقيد. هذه أسباب فيها تعمد، لكن إذا غلبه القيء بدون إرادته فلا يفتر. يقول عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض يقضي هذا اليوم. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مصحف
الدم فإن والله أعلم لا يفطر. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وهو شق الأرض وإخراجه من أجل التبرع به، أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معنى. طبعا هو المذهب الذي اعتمد هنا أنه متى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، وكذا يفسد صوم الحاجب أيضا، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الإيه؟ الحنابلة. ومع ذلك هو علقه بإيه؟ بأن لو الحاجم مارس الحجامة بآلات منفصلة كما يحصل الآن، الكاسات ما بيحصلش ان هو زي زمان كان يحصل جرح وبعدين في مصة بايه الحاجم يسحب بها الدم. فطبعا بعض العلماء قالوا ان هذا الحديث معلل بعلة وليس محض تعبد، لكن هو معلل بإيه؟ بحصول الضعف بحق الحاجم، أفطر الحاجم لأن الحاجم غالبا إذا مارس ذلك بمص الدم في هذه الآلة الزجاجية فممكن يسبق إلى فمه فيفطر، والمحجوم لأن طبعا فكرة الحجامة إنها بتسحب دم فبيحصل نوع من إيه؟ من الهبوط، هبوط في ضغط الدم، ولذلك هو في ما يشبه الحجامة يحصل في الإنسان ساعات بطريقة طبيعية، يعني زي الرعاف إذا نشأ عن في ضغط الدم فده علاج طبيعي، علاج عادي، مش عايزين ندخل في التفاصيل، لكن هو الحقيقة المذهب الذي انتصر له هنا والله تعالى أعلم يعني ليس هو المذهب الراجح، لأن الحجامة في الجملة هي تكره الحجامة للصائم، لكن مذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم، لا تفطر الحاجمة ولا المحجوم، ولكنهم كارهوها بوجه عام. ودليل الكراهة حديث ثابت البناني قال أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. هذا في البخاري. وشرط كما ذكرنا بعضهم للكراهة كونها تورث ضعفا يحتاج مع إلى الفطر. يقول الإمام الخطابي المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم. الدليل على عدم الإفطار بالحجامة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صار، وهذا في البخاري. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فدل على عدم الافطار والحجامة. لكن هي فيها كراهة للصائم للاحتمال الذي يعني ذكرنا. الخامس، خروج دم الحيض والنفاس. والحقيقة يعني يعني بيقول لك في الحجامة إخراج الدم من الجلد دون العروق. هو في الحقيقة الدم اللي بيخرج من الجلد هو جاي من العروق برضه، بس بتبقى أوعية دموية دقيقة مش زي العروق الكبيرة يعني. ده الفارق يعني. الخامس، خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، فوجب عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ السادس، نية الفطر. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض يعني صيامه. وهذه احيانا يعبر عنها الفقهاء بعباره ايه؟ رفض النيه. رفض النيه اثناء العباده واثناء الصوم، هو رفض النيه بعد انتهاء العباده لا يؤثر فيه. اما رفض النيه اثناء العباده فهذه مساله فيها تفاصيل، لكن المقصود برفض النية هو تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم. فقال بعض العلماء إن العبادة تبطل إذا رفضت النية في أثنائها، لأن النية شرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. السابع، الردة والعياذ بالله لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك. الباب الثالث، مستحبات الصيام ومكروهاته. وفيه مسألة، أولا مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: أولا السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليل ولو بجرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. ثانيا تأخير السحور، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما
بينهما، قال 50 آية. ثالثا تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الرابع الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، والتمر هو اليابس من ثمر النخل، أما الرطب فهو نضيج البسر قبل أن يصير تمرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. خامسا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. سادسا الإكثار من الصدقات وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، المفروض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. سابعا الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النقطة الثامنة الاعتمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. التاسع قول إني صائم لمن شتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله أو فليقل إني امرؤ صائم. المسألة الثانية مكروهات الصيام، يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص
أجره، وهي أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثاني القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأرى به، أي حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. ثالثا بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف فيتقوى به، إلى جانب الاستقرار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. لكن طبعا هذا مكروهات الصيام ليس من مبطلاته. رابعا ذوق الطعام لغير حاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. أما قضاء الصيام فإذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير. وقد صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلا فأخذ بضبعي أو بضبعي فأتي بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقال فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم أو مشققة أشداقهم تسيل أشداق هم دما، يعني جوانب الفم. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا وعيد من يفطر قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات، فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقرر من ترك صوم رمضان بلا عذر ولا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. والله تعالى أعلم. هذا موجود في كتاب الكبائر الطبعة الموثقة، حجمها أصغر بخلاف الطبعة المشهورة والتي يعني من يطالعها يشك في صحة نسبات يا الإمام الذهبي احتواها على كثير من الحديث المنكرة ونحو ذلك. لكن هذه طبعا محققة بعناية بسام الجابي طبعة ابن حزم. نعود لمسألتنا. يقول هنا: إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن ذلك ظلم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. إذن هذا الكلام هنا في حق من أفطر بغير عذر. هذا هو الذي اعتمده المؤلف هنا، أنه يقضي هذا الذي أفطره بالضبع. طبعا يشيع هنا الاستدلال بحديث ضعيف: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. لكن مع ضعف الحديث هو فعلا يعني بعض أهل العلم قالوا في من تعمد الإفطار الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب، لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بلا عذر فإن الله لا يقبلها منه وعليه فلا فائدة من قضائه، لكن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح. وده هذا بخلاف من صام، يعني دخل في الصيام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر، فعليه الإثم عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه قضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل إلى عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها لم تقبل
كذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. يقول أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كأن استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى. أما الصيام المستحب فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة بالأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي أولا صيام ستة أيام من شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثانيا صيام يوم عرفة لغير الحاج لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظر إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. ثالثا كان صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وهذا الحديث في سنده ضعف لكنه صح عن ابن عباس موقوفا
وقوفا. رابعا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. خامسا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. سادسا صوم يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. لكن لو كان إنسان يضعف الصيام هذه الطريقة فطبعا لا، لأن في إشارة إلى هذا الذي ذكرته في باقي الحديث، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني الصيام لا يضعف صحته، بحيث إذا لاقى العدو في الجهاد يثبت ولا يفر. سابعا صيام شهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثامنا صيام تسعة ذي الحجة، وتبدأ من أول يوم من شهر الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصوم من العمل الصالح. المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام، يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، يعني من خصائص الجاهلية أنهم كانوا يبالغون جدا في تعظيم شهر رجب، حتى إنهم أسموه 13 اسما كلها فيها تعظيم لهذا الشهر. فرجب أصلا من الإيه؟ من الترجيب، والترجيب في اللغة هو الايه؟
تعظيم، رجب العبد سيده يعني عظمه. فرجب كان معظما جدا عند الجاهلية وكانوا يبالغون في تعظيمه. فتعظيم شهر رجب بخصوصه هو من شعائر الجاهلية. فالكلام في تخصيص رجب بالصيام، فلو صامه مع غيره لم يكره، لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام. كان عمر إذا وجد ناس صايمين في رجب، المترجبين هم ما زالوا متمسكين بشعائر الجاهلية في تعظيم شهر رجب بتخصيصه بالصيام لاعتقاد فضيلة فيه هو بالذات تخصيصه. فكان عمر إذا وجد شيء أحد من هؤلاء المترجبين يعني يضربهم بالعصا أيديهم حتى يضع أيديهم داخل الطعام ليأكلوا، ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فصيام شهر رجب بخصوصه أو تعظيم الله هو بالذات. والعجيب أن هذا الأمر ما زال حتى الآن شائع عند الناس، شائع جدا عند الناس رغم التحذير من تخصيصه بالتعظيم. هو طبعا عايز يصوم يصوم مش مشكلة، لكن أنا بتكلم على أن شهر رجب اعتقد أن له فضيلة خاصة فيخص به الصيام. السنة أتت بالاهتمام بصيام شعبان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. واضح؟ يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه زي ليلة 27 والإسراء والمعراج الأخير، لم يرد فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك ذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ رحمه الله. وصوم رجب بخصوصه أحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة. لذلك إيه اسم الكتاب الذي تكلم فيه الحافظ ابن حجر هذا الكلام؟ تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. يعني هو بيتعجب ان الحديث كلها ضعيفة او موضوعة اللي هي في تخصيص شهر رجب بالصيام. صوم شهر رجب بخصوصه احاديثه كلها ضعيفة او موضوع، بل هي موضوع. أما حديث صم من الحرم واترك ثلاثا فهذا
ليس فيه تخصيص رجب. ثم من الأشهر الحرم مترك، فليس إذا نتكلم على التخصيص. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وإن اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرض بالصوم مكروه عن الإمام أحمد وغيره. وقال الإمام ابن القيم لم يصم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا، اللي هي رجب شعبان وربع، كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. ثانيا يكره إفراد يوم الجمعة بصيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك للحديث الماضي. ولحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض يوم الجمعة بصوم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا رواه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وهذا رواه مسلم والنسائي. يكره المسألة الثالثة يكره إفراد يوم السبت بصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل. يقول والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، لكن طبعا يعكر على هذا إيه قوله إيه؟ إلا فيما افترض عليه، لأن سيبقى صيامه مكرورا مع غيره هيبقى إيه؟ أقصد سيبقى يعني مثل هذا الصيام مستحبا وليس في فريضة. فالحديث في كلام سوف نوضحه إن شاء الله. والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومي
غدا؟ قالت لا، قال فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراجه حديث النهي الماضي، قال ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. أيضا مما يؤيد به هذا الرأي حديث صم يوما وأفطر يوما وذاك صيام داود وهو أعدل الصيام، وهذا رواه البخاري ومسلم. إذا كان بيصوم يوم ويفطر يوما فمعلوم أن هذا الصوم لابد أن يوافق يوم السبت أسبوعا بعد أسبوع. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما عدا يوم السبت، قالوش ما عدا يوم السبت. كذلك لم يكن ابن عمر نفسه يتقيد يعني يتقي صيام يوم السبت، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يخص يوم السبت. كذلك الحديث صيام عاشوراء، ترغيب في صيام عاشوراء هيوافق ايه؟ السبت، او ممكن يساب يوافق السبت او يوافق يوم الجمعة. يوم عرفة نفس الشيء، قد يوافق يوم السبت. كذلك صيام ستة ايام من شوال، وصيام شهر شعبان، وصيام سرر الشهر اللي هي اخر الشهر شهر يعني 28-29 أو الأيام البيض، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كل هذا مطلق وعام يدخل فيه ولا شك أحيانا يوم السبت. نقف عند هذه المسألة. هناك حديث الصماء، ما أخت عبد الله ابن بسر، فحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذا الحديث رواه أبو داود. طرق الحديث فيها اختلاف واضطراب، ولذلك أعله الزهري وأنكره، وكذلك يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وأبو بكر الأثرم. قال الإمام ابن العربي وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، حديث النهي اللي هو حديث مين؟ الصماء. ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب، يعني لا نصوم مفردا وإنما مع يوم آخر. وهذا الحديث حكم بأنه شاذ الطحاوي وابن تيمية وابن القيم. وهناك أحاديث أخرى تدل على إباحة صوم السبت في غير الفريضة خلافا
لحديث إيه؟ الصماء اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دلت أحاديث على خلاف هذا كحديث جويرية وفيه إيه؟ قوله أتصومين غدا، وده كان يوم جمعة يعني غدا يبقى السبت. حديث أبي هريرة مرفوعا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده وبعده السبت. حديث جنادة ابن أمية الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة نفر من الأزد أنا ثامنهم يوم الجمعة ونحن صيام، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام بين يديه فقلنا إنا صيام، فقال هل صمتم أمس؟ قال قلنا لا، قال فهل تصومون غدا؟ قلنا لا، قال أفطروا، فأفطرنا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة، فلما جلس على المنبر دعا بإناء فيه ماء فشرب والناس ينظرون ليعلمهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، والحديث سنده ضعيف. من هذه الأحاديث حديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد أو يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وأقره ابن حجر وحسنه ابن القطان. كذلك حديث بشير ابن الخصاصي مرفوعا لا تصم يوم الجمعة لا تصم يوم الجمعة إلا أن تكون صمت قبله يوما أو تريد أن تصوم بعده يوما. مذاهب العلماء في هذه المسألة، المذهب الراجح بالأدلة والله تعالى أعلم هو أنه يجوز صوم السبت في النفل سواء كان مفردا أو لا. و يعني القائلون بذلك حكموا على حديث الصماء بأنه حديث مضطرب شاذ لأنه يخالف الروايات الكثيرة التي ذكرنا، أو منسوخ. منسوخ بمعنى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يوافق أهل الكتاب في الأول ثم يعني خالف. وهذا المذهب انه صيام السبت زي اي يوم تصومه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر. المذهب الثاني مذهب الجمع اللي هو بافتراض ان الحديث صحيح. لو قلنا ان الحديث حديث الصماء صحيح فاننا لا ناخذ بظاهره ولكن نحمل النهي على تخصيص يوم السبت بالصوم لذات السبت. أما إن وافق صياما يعتاده الشخص فلا يشمله النهي. واحد بيصوم يوما بعد يعني
هو صيام داود يوما وافطر يوما، هيوافق السبت عادته. فمثل هذا لا حرج ولا إشكال. ومنهم من قال بزوال النهي إذا ضم يوم السبت غيره كالجمعة أو الأحد. المذهب الثالث تحريم صوم يوم السبت في النافلة مفردا أو مع يوم آخر، حتى لو وافق صياما معتادا، حتى لو وافق عرفة يحرم صيام يوم السبت إذا كان عرفة، عاشوراء يحرم صيام يوم عاشوراء إذا كان يوم سبت. وهذا المذهب لا شك أنه يترتب عليه ترك كثير من السنن التي تتكرر كثيرا، كثير من أنواع السنة المباحة المستحبة التي ذكرناها. ويعني هذا المذهب في الحقيقة يعني تفرد به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولم يوافقه أحد من أهل العلم في القديم ولا في الحديث على هذا القول، فهو من غرائب الفتاوى التي رويت عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. رابعا عن تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والمعنى: لا يتقدم أحد رمضان بصوم أو بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما. خامسا يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم، هو يقول هنا يوم الفطر والنحر، تفتكروا في خطأ هنا؟ يومي يعني لو هتقول المفرد صوم يوم الفطر ويوم النحر، لكن وزي ده خطأ مطبوع. يعني إذا رجعتم في الأحاديث هتلاقي هي إيه النهي عن صوم يومي الفطر والنحر. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما
يوم فطركم من صيامكم والآخر تأكلون فيه من نسككم، وهذا متفق عليه. ولحديث لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهو متفق عليه. سادسا، يكره صوم أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، 11، 12، و13، لقوله صلى الله عليه وسلم عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ولحديث لا تصوم هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب. وعن ابن عمر: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وهذا رواه البخاري. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الباب الخامس في الاعتكاف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وحكم. أولا، تعريف الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وفي الشرع: لزوم المسلم المميز مسجدا بطاعة الله عز وجل. حكمه: سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما شروط الاعتكاف، فالاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي: أولا، أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. ثانيا، النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. ثالثا، أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد.
ولفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. طبعا أن يكون الاعتكاف في المسجد في مسجد أي مسجد، مساجد المسلمين. وأيضا قال تعالى ولا تبشرون لو أنتم عاكفون في المساجد. لكن هناك قول بأنه لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى. فهذا القول حقيقة قول غريب مهجور مخالف لمذهب جماهير العلماء. وأما ويخالف أيضا ما استقر عليه العمل على مر الأعصار في جميع الأمصار. يقول الإمام الطحاوي في مشكل الأثار حدثنا محمد بن سنان الشيرازي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت فأصابوا. الحقيقة هذا الحديث ضعيف لأن محمد بن سنان قال فيه الذهبي صاحب مناكير، وهشام بن عمار في حفظه ضعف. والجواب عن احتجاج بهذا الحديث أنه اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه. وابن مسعود لم يقبل رواية حذيفة لما قال له استدل بحديث اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال له لعلك نسيت وحفظ أو أخطأت فأصاب. فابن مسعود لم يقبل رواية حذيفة بل ردها. ولو ثبت رفع الحديث لما تجاسر على ذلك، يبقى هو اكيد رأى رايا لايه او قولا لحذيفه، لكن لو هو يعلم انه ثبت عنده رفع الحديث فقطعا لم يكن ليرد هذه الروايه، وهو من ائمه الصحابه وفقهائهم. وعن شداد بن الازمع قال اعتكف رجل في المسجد في خيمه له فحصبه الناس، قال فأرسل الرجل إلى ابن مسعود فجاء عبد الله وطرد الناس وحسن ذلك. فإذا هذا ما كان يفتي به ابن مسعود. فعلم أن حذيفة قال ذلك اجتهادا منه لا يلزم به ابن مسعود، كما أن ابن مسعود صرح بخطا
حذيفة ونسيانه، حينما قال لعلك نسيت حفظ أو أخطأت فأصابوا. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا يحتمل أن حذيفة رضي الله عنه اشتبه عليه حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بهذا الذي قاله. يقول الخطابي إن بعض أهل العلم استنبط من حديث النهي عن شد الرحال أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. وطبعا حديث النهي عن شد الرحال لا يوجب تخصيص الاعتكاف بها، وإنما هو لبيان فضلها وشرفها. أيضا حذيفة أو من دون حذيفة شك في الرواية، الرواية اختلفت، فمرة قال إلا في مسجد جماعة، واضح؟ إذا كانت الرواية فيها شك وفيها اختلاف فلا يمكن أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به بشك. بعض العلماء قالوا إن الحديث منسوخ، قال ابن سعود وما يدرك لعلك نسيت وحفظوا أنه قد نسخ ما قد ذكرته من ذلك، وأصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القرآن على ذلك، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد. هناك جواب آخر، إذا قلنا بصحة الحديث أنه محمول على بيان الأفضلية، بمعنى لا اعتكاف كامل أعظم ثواب في المساجد الثلاثة. قالوا ولو ثبت رفع الحديث لما أجمعت الأمة على ترك العمل به. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. يقول رابعا أن يكون المسجد طبعا في قوله وأنتم عاكفون في المساجد، نلاحظ هنا أنه خص الاعتكاف بالإيه؟ بالمساجد. فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. هذا كلام ابن قدامة. رابعا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف في كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه
جمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. يبقى لابد أن يكون مسجد جماعة، لكن هل هو جامع تقام فيه صلاة الجمعة؟ لا يشترط، لأنه في هذه الحالة يلزم الخروج إلى صلاة الجمعة ولا يبطل اعتكافه، لأن خروجه بعذر مشروع ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع. خامسا، الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف لجنب ولا لحائط ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا متفق عليه. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان اللي هو الاعتكاف والصيام، فلا يشترط إحداهما وجود الأخرى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، هذا رواه مسلم. وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد، ويلزم من صحته عدم اشتراط الصوم، لأن لو اعتكف العشر الأوائل من شوال يبقى في هذه الحالة هيكون اعتكف يوم العيد، وبالتالي يدل على عدم اشتراط الصوم. وإن كان الفريق الآخر أجاب بأن مش شرط يكون في أول يوم في العيد، ممكن لو من ثاني يوم هيصدق عليه أيضا أنه إيه يعتكف العشر الأول. أما أدلة القائلين باشتراط الصوم فقالوا إن السنة الفعلية دلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتكفوا صياما في رمضان، ولم يثبت أنه اعتكف بدون صوم، ولو كان جائزا لفعله تعليما للجواز. وقالوا إن الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة يتحقق بدون ترك الشهوتين، شهوة الطعام يعني وال كذا إلى آخره. لكن عموما العلماء لا يختلفون في أن الاعتكاف مع الصيام أفضل، فطبعا هنا المصنف أخذ بمذهب أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف. يقول الإمام ابن القيم: القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن
كان الاعتكاف ووقته المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله هو أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل أن لا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، عن يوم أو ليلة، خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه به الاعتكاف فيما دون ذلك. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم أدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. أما مستحباته فالاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلاقة لائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب، وإذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم. أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. وللأسف الشديد يعني حصل تحوير في مفهوم الاعتكاف عند بعض الإخوة، لذلك الإمام ابن القيم لما كان يتكلم على آداب الاعتكاف من الأفعال أو التروك أنهى كلامه بقوله كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. ساعات يبقى الطعام خمس نجوم ما بيبقاش اعتكاف بقى اللي هو التقلل من الطعام، ولا تبقى يعني بتعمل تخمة أحيانا للناس. وطبعا جزاهم الله خيرا أن
الناس الأفاضل الذين يتبرعون بهذا، لكن البياض إذا اشتد صار برصا. يقول: ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يعني ليردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. أما مبطلات الاعتكاف فأولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، من بدع الإخوة الاعتكاف اللي هو يقول لك معتكف العشر الأواخر، هو داخل ناوي العشر الأواخر، مش ناوي يوم وليلة أو ليلة أو يوم، لا عشر الأواخر. يروح الشغل عادي جدا الصبح الساعة 8 للساعة 3 مثلا، عادي جدا يروح الشغل وهو بيعتبر نفسه معتكف، واضح؟ ده مش هو الاعتكاف العشر الأواخر، تحبس نفسك في المسجد تماما. جمع بقى الأجازات وخدها في رمضان، أو ما تعتبروش اعتكاف بتاع السنة، هو الاعتكاف العشر مش عشر أواخر، كل مرة انوي بقى ايه يوم وليلة ليلة يوم، يعني خد مسألة تانية، لكن ليس هذا هو الاعتكاف النبوي. الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. ثانيا الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجات في غير الفرج. ثالثا ذهاب العقل، يفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. رابعا الحيض والنفاس، لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد. خامسا الردة لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله أستغفرك وأتوب إليك.